سميتي الكابوس محمد، كنسكن في دوار خشيه الفوقاني جامعة سيدي حماد عمر. ايوا كنسكن في هاد الدوار انا دابا 20 سنة وانا ساكن هنا عند المرأة، وتزوجت بها وتزاد عندي هاد الولد هذا و 2004 شهر 5 فاش تزاد عندي هاد الدري هذا. من هذيك الحالة، من هذيك الوقت وانا في وانا معذب، لنا لا هو لا مو معذبين وما عندناش، ما كاين المساعده من جميع النقاط فيما مشينا، اي مؤسسه واي حاجه مشينا ليها ما كنقدوش الغرض ديالنا، الا ديما المحسنين كيتعاونوا معنا، هما اللي كيعاونونا وكيوقفوا معنا وكيقضوا لنا الاغراض ديال هاد الدري هذا. هو مسكين راه معاق ذهنيا وجسديا، كلشي اللي من ديالو كامل، واللي إذا عنده كتشطح ليه الرجل وكيطيح كيسخف. دابا راه ما كيسخفش، إلا جاب الله قطعنا ليه الدواء ديالو راه كيسخف، وإلا ما قطعناه ليش هو راه كياكل أربعة الماركات ديال الدواء. وكنطلبوا من الله والمحسنين يساعدوا معنا في هذا السيد، هذا راه مريض بزاف، وكيشدوا لنا القبض 10 أيام اللي كيتسرح. وكنعانيو بزاف من المساعدات ما كايناش، وما كيقراش، راه عنده لاكارت ديالو ناسيونال، عنده 18 سنه ما قرا، ما استفد لا من السبيطارات ولا كروسه عاديه ولا كروسه ديال الضو. هاد الكروسه هادي استفدتها من عند واحد يلاه جا لهاد ولاد تيمه سعادة القيد، حاليا دروك اللي ولاد تيمه هو اللي عطاني هاد الكروسه. مال الجمعيات كاملين قيدتو في اكادير، قيدتو في انزكان، قيدتو في تاروزانت، قيدتو في اولاد تيمه، الجمعيه ديال المومنيت، شحال من جمعيه والو ما كنستافد حتى حاجه. وكنطلب الله والمحسنين، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا ندوز لهاد الدري، راه عنده الرجل اللي دو الرجل واقفه، والكرش ديالو راه كيتحبس 10 ايام ما كيدير والو، ومريض. وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا يشروا لينا الكروسه ديال الضو والكروسه عاديه، ويتعاونوا معايا يدوزوا ليه المرضى بزاف. وكيستعمل لي كلشي، الا ما بدلنا ليه حنا راه ما يبدلش، والا ما وكلناه ما ياكلش، والا ما شربنا راه ما يشربش، كلشي منا حنا. الا ما درت ليه انا ولا امو راه ما عندوش حق. الاسره ديالنا حنا ما فعلناش، ما عندنا حتى ميدان، ما عندنا حتى خدمه، ما عندنا حتى شي حاجه اللي غادي تعاوننا. مو حتى هي راه غير كتعاون مع الناس ويدوروا معاها وانا كنبيع النعنيات في المارشي. القضيه مشوره، وهاد الكورونا دوزنا غاب، يعني دوزنا بالصبر وصافي واليقين من عند الله تعالى. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.